بسم الله، لو عندي مجموعة عناصر وعايز أعمل لها اكسبورت، تقدر عليا الصورة. باجي من الفايل أقول له اكسبورت بيت ماب صورة، عايز أصدر الصفحة كلها ومن فين لفين، والسايز بتاعها هيبقى قد إيه، والجودة بتاعتها هيبقى قد إيه، ولا عايز سيلكشن الجزء اللي معمول له تحديد. ماشي، طب هسميه إيه؟ أختار الاسم اللي أنا عايزه، وليكن مثلا 111 مثلا، تمام، على الديسكتوب. اقول له سيف اكسبورت. طيب لو انا عايز اعمل العكس بقى، ان انا اعمل لها امبورت الصوره ديت، فبقول له فايل امبورت، واروح مختار الصوره اللي انا عايزها. بيقول لي امبيدد ولا لينك. امبيدد يعني هتبقى جزء من قلب الملف بتاع الانكسكيب، ولو اتلغى الملف السورس اللي هو موجود على الديسكتوب اللي هو 111 مش هيفرق معايا. طب لو قلت له لينك هيبقى مرتبط بيه، بحيث لو اتغير هناك هيتغير عندنا هنا، لو اتلغى مش هيظهر عندي هنا، مش هيبقى موجود اصلا. اقول له خليه امبيدد، اوكي، ظهر معايا بالشكل دوت، تمام. طيب انا عايز اخلي ده باترن، فاروح لاوبجكت واقول له باترن اوبجكت تو باترن، فانا حولت كده الاوبجكت ده الباترن، تمام. طيب عايزين نشوف الموضوع ازاي استفاد منه. ارسم اي مربع بالشكل دوت، تمام، ده الستروك بتاعي، تمام. اقول له مثلا ستايل بتاعي اغيره شوية، خلي ده مثلا مين اللي برفع شوية. طيب اقول له بقى املاهولي الفيل بتاعي خليه باترن، فظهر معايا الباترن بالشكل ده، تمام. كل ما تكبر هيفضل يظهر معاك.